مساء الخير على كل متابعي تلفزيون اليوم السابع. احنا معاكم الان من مدينه بنها، وبالتحديد من احد مكاتب التدين هنا في مدينه بنها، اللي طبق اول من طبق هنا عمليه خفض اسعار الفينو هنا في مدينه بنها بمحافظه الجنوبيه، وقبل اعلان او قبل التطبيق الرسمي من قبل الحكومه. طبعا يعني زي ما شايف حضراتكم هنا اسعار الفينو في القائمه اللي موجوده، رغيف الفينو شوية بجنيه، ورغيف الفينو البصل بجنيه ونص، ورغيف الفينو سمسم ب 2 جنيه، والبقسماط وجميع انواع طب ده جوه يا بابا ال20 كله. يعني احنا هنا مع حضراتكم داخل المخبز، وهنعرف دلوقتي اسعار الفينو. بس برضه حاجه ما تحطش عندكم. نقص القيمة اهي. واخدها من 6 جنيه زمان. واخدها ب 6 جنيه زمان يعني. لا كانت ب 7. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا. معانا الحاج مختار هيكلمنا عن الفينو هنا وعملية التخفيض اللي تمت يعني في أسعار الفينو في المخبز. طبعا أول مخبز هنا طبق عملية تخفيض الأسعار الفينو. حضرتك من يوم الخميس اللي فات، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم، كل مشاهدين اليوم السابع. إحنا حضرتك من قبل قرار الوزير من يوم الخميس اللي فات، ومنزل سعر رغيف العيش بجنيه. بجنيه. ده أنت حضرتك من قبل هو من قبل من قبل تطبيق القرار، قرار الوزير حضرتك نزل إمبارح. تمام. قرار تطبيقه الفعلي هيبقى النهارده. انا من يوم الخميس اللي فات من يوم عامل رغيف العيش بجنيه، بجنيه، وكل منتجات المخبز اللي بالكيلو نزلت 10 جنيه. يعني كمان حتى الاسعار اللي بالكيلو سواء مثلا بقسماط او غيره كله نزل 10 جنيه. 10 جنيه. واللي بالواحده برضه نزل. نزل. كل منتجات المخبز دلوقتي يعني ده الحجم يبقى بالظبط حضرتك؟ ده الحجم الصغير اللي هو بجنيه. بجنيه. هو قرار الوزير حضرتك، قرار الوزير ان الرغيف 25 جرام بجنيه. بص معايا حضرتك، انت ومعايا على الميزان اهو 30 جرام. 30 جرام فعلا. تمام. يعني اكبر من القرار اللي نازل من الوزاره. طبعا في تشكيك بقى من يعني من بعض الاشخاص، بيقول ان يعني بعض المحلات هنا يعني اللي خفرت بسبب ان بيستخدموا انواع دقيق مش اللي هي المطلوبه، يعني في انواع دقيق يعني ايه اللي هي السياحي دي اللي لان اسعار دقيق السياحي هي اللي نزلت حضرتك من 25000 ل 15000. ده دقيق السياحي فعلا نزل حوالي 40% من سعره. تمام. لكن هو دقيق الفينو عندنا ما نزلش الا نسبه بسيطه، كان ب 34000 بقى ب 32000. و دي الفينو معروف على مستوى الجمهوريه، ده دي الفينو اسمه الجول. تمام. ده المخصص، ده اللي مخصص لرغيف العيش، رغيف العيش الفينو هو ده اللي حضرتك اللي بنشتغل بيه. تمام. حلو جدا. لان حضرتك اي نوع دقيق تاني يا استاذ ابراهيم عمره ما يطلع رغيف كده، عمره ما يطلع كده. يعني لو استخدمنا اي دقيق تاني او طبعا اي نوع تاني هيبقى مستوى رغيف متدني. مش لكن مش ده رغيف عيش فينو من دقيق الجول، من دقيق الجلد. تمام. طب احنا قلنا الاسعار بقى، اسعار الرغيف الصغير والرغيف الوسط يعني بتبدا عند حضرتك من كام واوزانه كام؟ الرغيف الصغير حضرتك ده اللي احنا قلنا اللي هو 25 اللي هو قرار الوزير نازل 25 جرام، عندنا 30 جرام. 30 جرام كمان يعني اعلى. اعلى او يعني وزنه اعلى من الوزن، اعلى من الوزن الفعلي، وفي اكبر منه اللي هو بجنيه ونص. وفي اعلى من اللي هو بسمسم ب 2 جنيه اللي هو وزن، بس هو قرار الوزاره كله نازل على اللي هو ده اللي مطلوب على أكثر. ده اللي هو السحب بيبقى على ده اللي مطلوب لايه؟ لعامه الشعب. ده دي مثلا انت طريقه العجن بقى والتسويه بتاخد وقت قد ايه من حضرتك؟ التسويه 10 دقائق في 10 دقائق 10 دقائق وفي التخمير بيقعد من ساعه لاثنين على حسب حراره الجو، على حسب حراره الجو والخميره. لكن احنا يعني ده دي الفينو
اللي الوزاره جاي حضرتك بالصدفه من غير ميعاد مسبق. تمام. ودخلت لقيت طول العيش طالع من الفرن. اكيد. يعني احنا مش مرتبين حاجه، انت داخل بالصدفه دلوقتي لقيت العيش طالع من الفرن. واثباتا للمصداقيه الميعاد قطع الكهرباء دلوقتي الساعه 4. تمام تمام. طب احنا انت حضرتك دلوقتي يعني ليه مثلا لما جيت حبيت ان انت تطبق الحاجه دي قبل القرار الوزير حتى؟ يا استاذ ابراهيم انا راجل في السوق صاحب مخبز ببيع سلعه، بس بشتري 50 سلعه، ما انا بروح اجيب خضار، بجيب فراخ، بجيب لحمه، فنفسي الاسعار كلها تنزل ونغير من بعض. حلو في الحاجه كويس، نقلد بعضنا في الحسن. انت طبقت، ما استنيتش القرار الرسمي؟ والله ما اعرف ان في قرار ناس. انا مجرد ما الخامات نزلت شويه في الاسعار، الخامات والدقيق نزلت من نفسي. نزلت من نفسي، ما استنيتش. انا حضرتك انا راجل صعيدي بقالي 15 سنه هنا في بنها، فكلهم اهلي وناس، انا اعرف زبايني كلهم. تمام. حفظتهم خلاص. فانا معاهم، انا ببيع سلعه بشتري 50 سلعه. اكيد اكيد. انت حضرتك في السوق يعني، مش كلنا في السوق وفي الشارع والاسعار كلها متاحه للجميع. طب بتوجه كلمه بقى للناس اللي هم مثلا بيشككوا في نوعيه الدقيق، يقول لك لا بيستخدم الدقيق اهو، الاثبات اهو، الاثبات اهو، ورغيف العيش اهو حضرتك. رغيف العيش اهو وشكاره الدقيق اللي بنشتغل بيها. ايه الفرق بقى ما بين مثلا نوعيه الدقيق مثلا اللي هو الاقل ونوعيه الدقيق دي؟ نوعيه الدقيق الاقل اولا ما تنفعش عندنا خصوصا في الصيف. في الصيف ليه بقى؟ ده اول ايه؟ ليه بقى؟ ما فيهوش حضرتك اسمه الجلوتين، دي الفينو، في جلوتين، نسبه الجلوتين فيه عاليه. دي الثاني ما فيهوش جلوتين، ما فيهوش عرق بمعنى اصح بالبلدي كده. احنا ماده الجلوتين دي بقى بتعمل ايه معاكم مثلا كافينو عموما يعني؟ بتحافظ على يعني حضرتك الرغيف ده يبات يفضل طازه زي ما هو. تمام. دي الثاني بعد ساعه حضرتك تلاقيه قشر وطالع مغير اساسا، ما يطلعش المنظر ده، ما يطلعش، طالع مغير، مغير وتلاقيه قشر، ده يبات يفضل زي ما هو طري. تمام. ده نبات يفضل طري. انما النوعيه الثانيه مثلا بيبقى مغير او بعد ساعه يا باشا بيبقى طالع عموما، هو لسه طالع على طول، بيبقى طالع مغير، بعد ساعه تمسك الريف تلاقيه عمل قشره حضرتك وقشر. دي برضو معلومه للمتابعين. ده الدقيق العادي. ده الدقيق العادي، ده الدقيق العادي اللي بيشتري برضو يبقى عارف نوعيه الدقيق اللي اتعمل منها الفينو نفسه. بالظبط. طب هل ده ما اثرش عليك مثلا في الشغل مثلا انت مثلا ده؟ لا والله بفضل الله الشغل زاد. تمام. والله بفضل الله الشغل زاد. يعني الحاجه بسم الله الطلبات زادت مع الحمد لله يعني. من ساعه ما عملنا المبادره دي والشغل بفضل الله زاد عن الاول. لو حابب اقول لحضرتك اسعار يا استاذ ابراهيم، اقول لحضرتك الاسعار. تمام. يعني ده طبق كمان حتى لسه خارج حالا اهو، الرغيف لسه طالع. رد على مصطفى تقريبا. احنا بنعتذر شويه مش طبعا الاضاءه لان الكهرباء فصلت كمان، يعني احنا جينا بالصدفه مش مرتبين. ده يعني جمال الفينوات امام حضراتكم. يعني حاجه جميله جدا، بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد. طبعا الاهالي هنا والمواطنين برضو يعني اقبال على المكان هنا لشراء كافه انواع برضو حتى المخبوزات هنا. طب البقسومات هنا على المطار يعني، البقسومات بانواعها انت احنا كده؟ البقسومات بانواعها حضرتك كان ب 90 جنيه، 90 جنيه دلوقتي حضرتك ب 80 جنيه. كل الاسعار الميزان حضرتك قايمه الاسعار اهي. تمام. كل الاسعار حضرتك اللي مكتوبه يا استاذ ابراهيم دي نزلت 10 جنيه كل الاسعار، وزن الكيلو، وزن الكيلو كل حاجه نزلت 10 جنيه. الاطباق حضرتك دي الاطباق البيتزا والحاجات دي كانت ب 30 جنيه طبق. تمام. بقت ب 25 جنيه. الاطباق حضرتك دي الاطباق الربع كيلو برضه الكحك والبسكوت والبوتفور كانت ب 35 جنيه. تمام. بقت ب 30 جنيه. اطباق المقرمشات والكاندي والويفر والحاجات دي كانت ب 25 جنيه. اطباق المقرمشات والكاندي والويفر والحاجات دي كانت ب 25 جنيه. كل ده كم؟ اصبحت ب 20 جنيه. ب 20 جنيه كل حاجه. القرصه كانت ب 7 جنيه بقت ب 6 جنيه. حلو جدا. الباتيه كان ب 10 جنيه بقى ب 8 جنيه. يعني كل حاجه بس ما شاء الله، يعني حتى اي حاجه انت كل الاسعار حضرتك نزلت.
يعني ربنا يزيد ويبارك يا رب ويجعلهم جنة حضرتك. طبعا ربنا انت يبارك في حضرتك يا فندم. بدري قبل يعني ما استنيتش حتى القرار، يعني زي ما سمعت حضرتك مشيت معانا، كنا معاكم من هنا من احد مخابز هنا، واول ما نطبق قرار تخفيض الاسعار هنا للفينو في مدينه بنها محافظه القليوبيه، كان معاكم ابراهيم سالم مدير مكتب اليوم السابق القليوبيه. شكرا للمتابعه.